تسجيلات حرز الله هي الأفضل. مساء الخير مشاهدينا، يسعد كل أوقاتكم، يسعد مساكم، يسعد مساء فلسطين الحبيبي ومساء العالم العربي. بنرحب فيكم بحلقة جديدة وطلة جديدة وفرحة فلسطينية جديدة وحكي عن فرحة فلسطينية جديدة. وجوه فنية حضرتها ساحاتنا الفنية الشعبية، أحمد العامر ابن مدينة طوباس الجميلة، ومجد أبو غربية ابن مدينة القدس. أهلا وسهلا فيكم، منورينا اليوم. أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم. نبدأ معك أحمد، أول إشي يسعد مساك. يسعد مساك ومسا جميع المشاهدين والمستمعين. يا رب يا ريت هيك لو تعرفنا بس شوي وتحكي لنا مين أحمد العامر. يعني هو يعني شوف بدي أحكي لك شغل، يعني إحنا بأحمد العامر فنان فلسطيني، يمكن شوي كانت الظروف أني أغني بالأعراس والأفراح الشعبية جديد، يعني جديد من سنتين، لأنه قبل كنت أكثر إشي يعني كانت الموضوع أشتغل برا أكثر، يعني كنت أغني للجاليات الفلسطينية في أمريكا، في كندا، في الجزائر، في يعني وين ما يكون متواجدين الفلسطينيين، كان أكثر إشي التزام مع فرق فنية أكثر. يعني نفهم إنه أحمد جديد على الساحة الفلسطينية، أو خلينا نحكي على الوسط الفني. نعم، من سنتين، يعني من سنتين دخلنا مجال الأعراس. ولكن طلعت قبل هيك كان. نعم نعم صحيح، من 2009 تقريبا. مجد أبو غربية، خلينا نحكي للمشاهدين، كل حدا بشوفنا اليوم، مين مجد أبو غربية؟ كيف عرف عن نفسه؟ كيف انطلق بالحياة الفنية الشعبية؟ يعني أول إشي مساء الخير عليك وكل المشاهدين. يسعد مساك. ثانيا يعني مجد أبو غربية هو يعني زي باقي الناس، بس إنه كانت فرصته بالحياة إنه الله أعطانا موهبة حلو وبننميها مع أبناء شعبنا الفلسطيني. كم إلها الموهبة يعني؟ يعني بحدود 9 سنين. ومن 9 سنين بتغني في الأفراح الفلسطينية؟ آه، من 8 سنين يعني بغني بالأفراح، يعني أول سنة كانت بتعرفي البداية، كل بداية صعبة بتكون. طب مجد يعني بأي سنة أنت بديت تغني؟ يعني بلشت بحدود 2010. كم كان 2000. عمرك بأيامها؟ يعني عمر المدينة طبعا 13-14 سنة. يعني أنت بديت تغني من عمر صغير؟ أها. كنت تطلع حفلات لحالك ولا بمرافقة حد؟ لا ما كنتش أطلع لحالي، إني كنت أطلع أحضر حفلات لحفلات شعبية لأسين من الناس كثير، وتعلقت بهذا الاشي. ومن عمري 13 بلشت اغني بالمدرسة، والعالم يعني اخذوا فكرة حلوة عن مجد ابو غربية انه بيغني، وفي دعم كامل الحمد لله. اول حفلة طلعها مجد لوحده بدون اي حد؟ هذا الحكي بحدود 8 سنين لوحدي. تذكر وين كانت الحفلة؟ والله صح. حلو انت بس يعني ذاكر، خلينا نحكي الفترة اللي كنت بتطلع فيها. الفترة من 8 سنين بلشت الحمد لله. احمد العامر، بما انك كنت تغني للجاليات الفلسطينيه زي ما ذكرت، ايش اللي شجعك ترجع تغني هون في الافراح الفلسطينيه؟ وهل لو تسمح لك الفرصه انك ترجع تغني للجاليات الفلسطينيه في جميع ارجاء العالم، مين بتفضل؟ ليش؟ والله على الجهتين، يعني احنا شغالين على الجهتين الحمد لله. يعني الفرصه كانت، يعني احنا بصراحه بدي احكي لك، كنا عند جماعه من بيت حنينه في امريكا، فلما اجوا على البلد هم يزوجوا ابنهم، حكوا لنا غني عندنا بالعرس، فحكيت لهم والله انا بشتغلش اعراس يعني شعبيه، فحكوا لا بدك تغني تعمل لنا الفرح، فكانت يعني اول حفله بصراحه وانطلقت حبيت. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا فرقتنا مش صعبه، يعني احنا بجوز يعني ما شاء الله، يعني الشباب مجد وباقي الفرق مميزه اكثر منا، لانه هاي فرق يعني كامله ومتكامله، يعني احنا فرقة بنشتغل أورج ويرغول أكثر، يعني شغلنا الشغل العادي بالضبط. أحمد العامر صار له اسمه في طوباس، يعني الحمد لله رب العالمين. هذا النجاح الحمد لله رب العالمين. صحيح. طيب شو حابين يسمعونا الشباب هيك من عند الأستاذ مجد؟ إن شاء الله هيك كم من موال العتابة، شو رأيكم؟ يلا يهمكم همتي عمنا أحمد حبيبنا. يا هلا. والمايسترو أحمد الفارس طبعا من حي الزهير، غني عن التعريف حبيبنا أحمد. أنا عربي أصلي فلسطيني، ما برضى بيع يا عالم بالفلسطيني.
وصل ألف رحمة على روحه الله يرحمه. كل حياة أبو عمار أقصر في الوصاين وتعود القدس لبلاد العراق. يا باي فلسطين. ألا يا بن فلسطين بوجودك لا معنى. ألا يا بن فلسطين بوجودك لا معنى. كلامك طيب وصادق ولو معنى. وعطائي خاطب بجودكم إطلاعي خاطب بجودكم أيولو معنا أغنكم بنا أمجاد الغراوة. يا باي يا باي فلسطيني أنا والحي حي واجب مجمع الخلان حي. فلسطيني أنا والحي حي واجب مجمع الخلان حي. حي لو بني صهيون سموا لو بني صهيون سمونا بحيش بالله شلح الأفعى يا اللقاء 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 يا أبو حميد ما بين حسب مرة كمرتين. أنا راسي بقى. اللقاء ما بين حسب مرة كمرتين بغضكم عن قلبي يا عالم كمرتين. أنا بودي يا تلفزيون فلسطيني الليلة أعمل عيوني كمرتين لصور هالأوادم والطيارات. يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با. أنا بفلسطين أنا بفلسطين وشاشتها بنيت يابا مجدي وبعدي يابا وافي الزجل مجدي. والله مدامو مدامو على يساري ابن أبو غربي مجدي لنص الكون ما بعمل إحسان. صغار نتدلل علينا وصرنا كبار يا ابن العامر ما
نتباهب علمنا قال يا ربي عقبة الأقصى أين ارفع علمنا وتعود القدس لبلاد الغرب. الله يعطيك العافية ما شاء الله. شكرا. طيب أحمد نرجع إليك شوي نحكي عن الألوان الشعبية. إيش بتعرف من الألوان الشعبية أو مين بتشوف الأجمل من الألوان الشعبية؟ يعني هو التراث الفلسطيني غني وملان يعني كله جميل يعني كل شيء له مناسبة يعني. طب لو حكينا شوي عن الدحية لأنه أنت شوي يعني خلينا نحكي الدحية اليوم هي اللي دارجة. نعم. الدحية في إلها أبواب أو في إلها تسميتها أو في إلها إيش يعني بدك توضح لنا شوي الدحية؟ يعني الدحة هي إشي من تراث البداوي يعني موجود بكل الحياة البدوية موجود بالجزيرة العربية موجود بصحراء النقب في سيناء موجود في بير السبع يعني هون هي كموطن هو بكل الأماكن التواجد البداوي موجود الدحة والدحة هي بالأصل يعني كانوا يشدوا الأزر كانت هي إشي للحرب أكثر يعني لأنه بحكي مثلاً الصوت الأحي هاي إشي اللي هو يزلزل العدو أو يخوف بالضبط يخوف العدو أو يثير حماسة المقاتلين لأنه يعني في قصائد انكتبت حتى عن الدحة يعني لأنه لما بيجي بحكي لك مثلاً والدحة لعبة حربية ما هي رقصات شامية وصوت سباعة البداعة مية مية عالمية مثلاً يعني هو بحكي لك انه شو الدحة هسه بتطور الدحية هي دخلت على السوق الفلسطيني مش اشي يعني مش اشي رديف او اشي اجى مثلا بالسوق الفلسطيني دخيل لا موجود اكيد طبعا موجود بالبير السبع موجود بالنقب عفوا وفي العبيات يعني وفي المنطقة اللي في بيت لحم موجود هو لون مشترك بيننا وبين الاردن خلينا نحكي لون البداوي خلينا او يعني نعم صحيح اشي قريب لالوان الصحراء طبعا صحيح مليون ايش اللون اللي بيميل له مجد ابو غربيه بفضله وكمان ايش اللون المميز حتى لو ما كان مجد ابو غربيه بغنيه لكن ايش اللي بتشوفه مميز بالساحه الفلسطينيه بالذات وبافراحنا الفلسطيني. اكيد لابد منها يعني هذا السؤال كثير حلو عجبني يعني يعني اول شيء اللي انا بحبه انه الناس اللي بالساحه اول شيء هذا الشيء اللي انا بركز عليه وبنظر له لابد انه اكيد انه الفن الشعبي هو احلى فن وانا مركز عليه وبحبه كتير بس ثانيا الكاريزما اللي على المنصة اهم من كل شيء هذا اللي انا بنظر له تعامل مع الناس كيف بتتطور الكاريزما يعني كيف يعني هذا الدور برجع للمطرب اذا المطرب اعطى الجمهور شو بده يساعده إذا الجمهور ساعد المطرب صح؟ ممكن أكيد كان يعمل جو للحفل نفسه لابد منها أكيد طب مين مثلك الأعلى ومين بتشوفه الفنان الفلسطيني اللي بتحكي مجد بتمح أنه يصير مثل هذا الفنان طبعا من أنا وصغير بحب بوجه له تحية كبيرة الفنان ناصر الفارس كل الاحترام لناصر الفارس فنان فلسطيني عريق يستحق يعني من أنا وصغير عشقت له صراحة يعني أنا عشقت له ناصر الفارس وكل الفنانين حبايبنا وخير وبركه كل الاحترام احمد يعني نفس السؤال بوجه لك اياه مين قدوتك الفنيه يعني هم رواد الاغنيه الشعبيه زي ما تفضل اخونا مجد ان الله المرحوم طبعا شفيق كبير الله يرحمه طبعا ابو محمد ناصر الفارس كان موجه له كل التحيه والاحترام اكيد كل احنا مصطفى الخطيب يعني يعني بحكي لك شغله هاي الاسماء اللي بفلسطين موجوده يعني احمد الكيلاني بلاش ننسى طبعا من الناس العريقين موسى حافظ يعني الناس اللي بنسمع لهم يعني وبالاخر انا بحكي لك يعني التراث الفلسطيني بيشبه بعضه يعني شبيه يعني زريف الدلعونه الجفره فبصفي كل شيء اداء بعدها يعني كل حدا بيغني بلهجته يمكن بلونه وكذا يعني انا بدي اعمل مداخل صغير يعني انا باجي بحضر حفله وبسمع مثلا مجد ابو غربي بعرف انه مجد ابو غربي يعني خلص مجد ابو غربي عامل ترند يعني بصمت صوته خلينا نحكي بالضبط خلص يعني يعني هو قدوته مثلا ابو محمد ناصر فارس بس انا بعرف انه خلص اللي موجود مجد ابو غربي بعرف هاي القصه ف ربنا يعطي جميع طول العمر يا رب ان شاء الله يا رب احمد ابو عامر الله يخلي لك عامر الله يسعدك بعرس عامر انت بدك تغني ولا مين بتحب تجيب له يغني له مين راح يحيي او عرس ابن الفنان احمد العامر طبعا ما تخجل من مجد لانه موجود تحكي مجد اول المعازيم يعني كلهم حبايبنا واصحابنا لا طبعا البيت مفتوح للجميع اهلا وسهلا فيهم كلهم اخوتي اللي بيحضر بيدخل على بيت اخوه
كلياتهم عندي سواسي اخوتي واصدقائي طبعا كل الاحترام طبعاً. يا طبعاً. طيب ايش بدكم تسمعونا؟ نسمع من مجد هلا شوية اشي شعبي. تفضل سمعنا. على كل باب غرابي وحروبي أبجادي للتلفزيون تاحي عبيدة والقلب التعباني حلالي يا بخيال الاصيلي يا
اسمحوا لي اني اشكركم واشكر باسمكم ضيوفنا لليوم الفنان مجد ابو غربيه والفنان احمد العامر، واشكر كمان الفنان احمد الفارس والقائمين على هالبرنامج ومخرجنا الغالي خضر الطيط، والى اللقاء بحلقه قادمه. انا كلماتي عربيه وحروفي ابجديه، بحيي الطاهريه والاوادم مش ناسيها، ظهري يتحمل كل الاوادم فيها، واللي بحب النبي لا ولا شايف شايف صلاة النبي صلاة النبي. الليلة عندنا مهرجان طول ساحة الميدان، غنى بصوته الفنان هذا مجد أبو غربية، ظهري يتحيي الضيف كل الحبايب فيها، واللي بيجيها بالصيف يتمنى يشتي فيها. لحمات التاي طوالي بنت غني رجالي، يا تاي يلي قبالي الحبايب حياها، ظهري يتحيي الضيف كل الحبايب فيها، واللي بيجيها بالصيف. يلا 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 فوق فوق فوق، ايوه ايدينا لفوق، يلا فوق 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 فوق، ايدينا لفوق، يلا فوق فوق فوق، ايدينا لفوق. والله ما انا شايف، وريني يا بابا وريني. Yeah.